السلام عليكم شباب، بلوج جديد ويوم جديد. حاليا رايح المغسله، باخذ البلوفر اللي وديته امس اللي شافه بلوج امس. طالع من البيت زي كذا فنيله بس تحت عمون احد، ومتجه على صلاه الجمعه. بس الحين خلي اخذه ونروح نصلي الجمعه ويبدا يومنا ان شاء الله. شوفوا انا في طريقي لقيت هذا تيرتل هوستل، مكان اتوقع عنايه بالسلاحف. غريب صراحه، انا اول مره اشوفه. بس بقول شيء واحد شباب، كثير يسألني اثنين تتوقع يمدي يعني اخلص اللغه بسنه ولا سنتين؟ يعني انا صراحه ما اعرف انجليزي وانا خايف، هل يمديني اتعلم انجليزي بسنه؟ شوف انا بقول لك، على قد ما تعطي هو اللي بتاخذ. يعني هنا في واحد ما شاء الله عليه يمني اسمه سالم، كنت بسوي معاه لقاء صراحه لكنه رفض. خلص اللغه بسنه واحده ما شاء الله عليه، جاء هنا يقول ما يعرف مره انجليزي، دخل معهد اللغه حق الجامعه خلص ودخل على طول. كيف شلون؟ قال لي سكن عند عائله كنديه وجلس يتعلم معاهم حبه حبه، كل شوي يجلس معاها مثلا في الصاله يأشر لها يقول لها ايش هذا بالانجليزي، يروح يكتبها، يقول لها مثلا ايش جملتك المفضله بالانجليزي ويكتبها وزي كذا وتعلم. فكثير جو مبتعثين هنا، للاسف جلسوا سنه ونص وما خلصوا الانجليزي، رج الملحقيه الغت بعثتهم ورجعوا السعوديه. يعني للاسف يعني فرصه ضاعت عليهم. فاي واحد مبتعث جديد ولا لسه باقي يتعلم لغه، اتعب على نفسك وادخل جامعه وافتك، لا تروح عليك البيت. لقيت هذا الاعلان مكتوب غادرت المنزل بدون ما اخذ اذن من زوجي. وومنز فاند، اتوقع عن حقوق المراه. شو مكتوب بالعربي فوق؟ ثقه واتفاق. يعني ثقه حلو، اتفاق عشان انا اشجع اتفاق. وصلت المسجد، مسجد الايمان. If you have anything that is hidden in your chest or in your heart. هذا المسجد من داخل، هذا الكندي المسلم بفلوك 2 اتوقع اللي شافه قاعد يصلي ما شاء الله، جزاه الله خير. وهذا تمر اعطتني اياه الوالده اني اوزعه، لكن هم دائما يحطون طاوله برا ويوزعون عليها الاغراض، لكن اليوم ما في، فقلت بخليه هنا ولا بكلم امام المسجد يوزع على الشباب. الوالده صراحه ما قصرت، دائما تعطيني اشياء اوزعها، الله يطول بعمرها. فبقول حق الرجال الحين وشوف شو يقول. تونا طالعين من صلاه الجمعه، هذا احمد احد الشباب، كلكم تشوفونه بفلوق دائما. فاحمد قول لنا كيف صلاه الجمعه هنا؟ يعني والله الاجواء جدا حلوه طبيعيه، كاننا بالسعوديه بين المسلمين نصلي وكل شيء طبيعي الحمد لله. كيف الاجواء معك شوف؟ والله الاجواء مره حلوه روحانيه، يعني عندنا في السعوديه وانت ما يفرق. طبعا معروف مدينه فيكتوريا صعب جدا تحصل موقف، فاحنا طلعنا لما سطح وقفنا السياره هنا وبننزل تحت في مطعم هندي نتغدى فيه انا وفارس. كيف المنظر فارس؟ المنظر طيب، زمان ما شاء الله ما قد طلعنا. هذا هو المطعم الهندي، وصلناه على ييتس، بعد على شارع ييتس. انا ما جربته من قبل، فارس يقول جربه فبذوق. هاي طيب كم اخبارك؟ طعم متابعين صدق والله؟ داخل اصور معك. تبارك هذا الطيب، لقيته يقول يتابع الفلقات. ايش رايك؟ ان شاء الله. ايش رايك الفلقات؟ ممتاز حلوه تعجبك؟ من وين انت؟ من القصيم. من القصيم؟ وصل لك الحمد لله. زي ما قلت لكم انا في مطعم هندي مع فارس. بسم الله الحمد لله خلصنا اكل المطعم الهندي. تعرفون الصوره اللي مكتوب عليها خلق ليفترس؟ هذه والله الحمد لله. هلا والله، كيف حالك حبيبي؟ Where are you from? نيبال. From نيبال؟ نيبال. نيبال. Thank you. It's the best restaurant in India. Thanks. فارس الحين مشغول حبتين، فبطلع امشيكم في الداون كالعاده لما يجي فارس. هذا محل فتو. اسمع الصوت اصلا. اي واحد مدينة فيكتوريا ويبغى يكتب على التيشيرت ولا يبغى يحط صورة ولا جات اي فكرة، يجي هذا المحل خلف بي سنتر عند معهد كينج جورج، يجي هنا ويكتب على التيشيرت. صراحة انا اشوف اشياء حلوة وجميلة. طبعا هذا موجود مدينة فيكتوريا من اول ما جيت، ما شاء الله عليه في الداون 24 ساعة قاعد يعزف ويسمع الناس باللبس الغريب. شوف ناس كثير يعطونه فلوس، صراحة مبدع، سوى شيء غريب يعني. يعني اللي يعزفون هنا كثير، فهو لبس هذا قام يعزف فيه، فسوى شيء جديد.
شوف لقيت قناع الحصان مع الكلب والراب، قناع الواحد $50 يعني تقريبا كذا 190 ريال سعودي. هذا اللي اشوفه دائما بالتمساح. المهم دخلت محل زينة الحين حق السياح او حق الكل اللي يبغى يشتري، قلت اشياء عن فيكتوريا وعن حنود الحمر اللي تكلمنا عنهم بالفلوقات اللي راحت، اللي هم النيتف اصحاب الارض. تيشيرتات عليها صور حيوانات، كلب، اسد، بسة. هذه عاد هذه مشهورة. شوفوا هنا تيشيرت مكتوب عليه فيكتوريا كندا، سعره 99 سنت، يعني 38 ريال سعودي كذا. ما زلت في داون تاون فيكتوريا، بس بوريكم هذا الفندق تكلمت عنه بالانستغرام، تكلمت عنه بسناب شات. الليلة في هذا الفندق $500، يعني تقريبا 1900 ألف شيء زي كذا، مع ان الغرفة صغيرة وما تستاهل، بس لان الفندق اثري صار له اكثر من 100 سنة تقريبا، فعشان كذا يجون العالم بزحمة. زي ما تشوفون السياح بدأوا يرجعون، يعني هم خفوا في الأشهر الأخيرة، لكن الحين الأجواء تحسنت الحمد لله وصار يجون الناس أكثر. في هذا الوقت نقرأ كومنتات اللي كتبتوها أمس على فلوغ أمس، ونشوف اقتراحاتكم ولا أشياء تبون يصورها. طيب، وهذا كاتب: أخيرا نزل الفلوغ ولايك قبل المشاهدة، بس أخذني يعني يا ليت نزل الفلوغ للطلاب القادمين إلى كندا، يعني تتكلم عن الإيجابيات والسلبيات بهذا البلد الرائع، ونستفيد منك أنا وغيري وممن يرغب في إكمال دراستهم. شاكر لك مقدما. طيب أخوي، يعطيك العافية على الكومنت، ونقطة مهمة صراحة. راح أتكلم عن هذا الموضوع، بصور فيديو إن شاء الله قريب، وما راح أتكلم لحالي، راح أجيب بعض الطلاب المبتعثين بعد يتكلمون في هذا الموضوع عشان تأخذ أكثر من رأي، ونشوف إيش اللي يعجبهم كندا وإيش اللي ما يعجبهم، ونكمل كومنتات. شوق، والله شوق صراحة، يعني من أفضل اللي يكتبون كومنتات، يعني ما شاء الله هذه صفحة لحالها. والله كثير راح اقراه بعدين، لكن يعطيك الف عافيه على الكومنت. معاذ بن خالد يقول: السلام عليكم، حبيت اسالك اثنين، هل تمدح الانترنت في كندا ولا في السعوديه؟ شوف انا بقول لك الفرق، يوم اني كنت في الخبر ديسمبر اللي راح، يعني قبل 3 شهور، حملت فلوغ لي وجلس تقريبا 3000 دقيقه عشان يحمل، والحين حملت فلوغ لي اللي هو امس فلوغ، هذا جلس 160 دقيقه. فهذا الفرق، يعني هنا النت سريع جدا الحمد لله. يعطيك العافيه ابو خالد، صدق الخبر اللي قريتها انهم تقريبا وقفوا الابتعاث الا عن طريق العمل فقط. لا، لما الحين هذه كلها اشاعات، ما في اي خبر رسمي انه وقفوا الابتعاث. ما عليك من الكلام اللي تقراه، كثره الاشاعات، كل واحد قام يطلع اشاعه ويتكلم يتفلسف من مخه. لما الحين ما في خبر رسمي. هذه بعض الكومنتات: هلا بالعيال، اول لايك، صور بكل الاوقات، حلوه العباره اللي بالنهايه، واكبر لايك لاثنيان، عادي ينزل، عادي يصور اي شيء، بيرفكت فلوج زي دايما، فلوج جديد. ايوه، عادي يصور اي شيء، غير السير الساعه كامل. الله يسعدك، طلتك جميله، بالنسبه للتصوير افضل كل جمعه وسبت، افضل لك عشان ما تتعب. موفق يا اخي، نبي نعرف عنك. طيب، الظاهر انا قاعد اشوف اسئله كثيره، كلنا نبغى نعرف عنك. ان شاء الله راح اسوي سلسله تسلي، اكتب هاشتاج اللي بحطه هنا تحت، اسال ثنيان. والله داري ان الهاشتاج بيكون فوق، ما عليك، احط الهاشتاج فوق، الحين نزل تحت صح؟ استغفر الله يا رب. اوكي، في هاشتاج اسال ثنيان، اكتب اي سؤال تبغاه، اي شيء، انا راح ادخل الهاشتاج بعدين، وراح اصور فيديو واجاوب على اسئلتكم كلها ان شاء الله. فانا ما اعرف، يعني بعضكم يبغى يعرف عني اكثر، اكيد راح تلقاه في تويتر والانستغرام اذا تبغى تعرف اكثر، يعني اكتب بعض المعلومات عني. فثنيان 16 موجود هنا، حطيته فوق صح؟ طيب، موجود هنا، حطيته تحت صح؟ طيب، ثنيان 16 هذا حسابي في تويتر والانستغرام، راح تلقون بعض المعلومات، وراح انزل سلسله اسالني ان شاء الله. فالحين اتوقع خلاص اخذنا سياحه كفايه. وبعد ما خلصنا الجوله في الداون، حاليا انا بشقه فارس، فارس قاعد يلعب جراند، انا كنت قاعد اعدل الفيديو حق الفلوج تقريبا خلصته. وهذا خوينا سطام، اذا تذكرون شفتوه بفلوج 2 اتوقع، في كندي مسلم كان موجود، لكن حاليا للاسف نقل تورنتو عشان الملحقية والجامعة وزي كذا. فتطام، ايش الفرق بين فيكتوريا وتورنتو؟ والله الفرق، يعني فيكتوريا كانت مدينة صغيرة، بس هنا يعني في فرق كبير وشاسع يعني بين
دخلت بقالة 7-11 الحين. 7-11 كنا ميد عندنا اللي في الشرقية أتوقع في مكان سعودية. لكن شو حصلت؟ لقيت ليز بالشوكلت. راح هذا شيء جديد أول مرة أشوفه، ما أدري إذا بعد جابوه في السعودية ولا لا. لكن الحين دخلت 7-11 عشان أني بأخذ مارشميلو، وبنروح شقة العيال وبيشون اليوم، فبجيب معي مارشميلو. للأسف ما حصلت مارشميلو في 7-11، فنخليها كذا بس شوي. ففارس سبقني هناك، وزي ما قلت لكم انتهي شقة العيال وبنشوي. وصلت حاليا شقة شباب، ان شاء الله ما قصروا، قاعد يشون على ابو العز واحمد ولي وال. اليوم نشوي ربيان، هناك في دجاج ورغانق، باقي ربيان هنا. يعطيكم العافية شباب، ما قصرتوا، ولسه باقي داخل حمص وتبولة وسلطة والأشياء الحلوة. بس شوف الأجواء، يعني صراحة يعني ويكند وأجواء حلوة، شيء خيالي. هلا بس كده وقت يعطيكم العافية عن مشاهدة. لا تنسون تسوون سبسكرايب لايك وكومنت. هلا والله، كيف حالك حبيبي؟